في حاجات وعادات كتيرة جدا مرتبطة بشهر رمضان بس ما بتحصلش في أي وقت تاني في السنة، ومن كتر ما احنا عملنا الحاجات دي وعلى مدار السنين أصبحت أشياء مسلم بيها من غير ما نسأل نفسنا هي إيه أصل الحاجات دي وليه مرتبطة بس بشهر رمضان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من شواهد، وهنتكلم النهاردة عن أشهر العادات المرتبطة بشهر رمضان. السلام عليكم واهلا بيكم مرة تانية. ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. عادات كتيرة وقصص كتيرة مرتبطة بشهر رمضان، بمعنى ان هي ما بتحصلش غير في شهر رمضان بس طول السنة، لكن في ناس كتير ما تعرفش اصل العادات دي واصل القصص دي. احنا اتعودنا ان احنا بنعملها في شهر رمضان او بنسمع عنها طول شهر رمضان من غير ما نعرف ايه هي اصلها او ليه بس مرتبطة بشهر رمضان. وانا النهاردة جايب لك 4 قصص مرتبطين بشهر رمضان. وحوي يا وحوي اياح، اشهر اغنية في الوطن العربي مرتبطة بشهر رمضان، وناس كتيرة ما تعرفش ان اللي غنى الاغنية دي كان المطرب احمد عبد القادر مش محمد عبد المطلب زي ما ناس كتير فاكرة. بس ايه هي وحوي وحوي اياحة وليه مرتبطة بشهر رمضان؟ لو جيت فكرت كده وجمعت الكلمة وحوي يا وحوي اياحة هي ايه دي اصلا؟ انا مش فاهم حاجة. تمام، وحوي يا وحوي اياحة هي لغة هيروغليفية، ودي اللغة الفرعونية القديمة. وحوي يا وحوي بتعني اهلا اهلا، وإياحة كانت بتشير للملكة إياح حتب، فمعنى الكلمة أو معنى الجملة على بعضيها أهلا أهلا إياح. والملكة إياح حتب هي زوجة الملك سقن رع على أيام ما كان الهكسوس محتلين مصر، وحاولت كتير هي وجوزها الملك سقن رع إنهم يطردوا الهكسوس، لكن توفى الملك سقن رع قبل ما يحقق أمنيته إن يطرد الهكسوس من مصر. حاولت الملكة إياح حتب مع ابنها الأكبر كاموس اللي بقى الملك كاموس إنهم يرجعوا ويجهزوا الجيش عشان يطردوا الهكسوس من مصر، لكن برضو للأسف اتوفى الملك كاموس قبل ما يطرد الهكسوس. ما يأسسش الملكة اياح ورجعت حاولت مع ابنها الأصغر أحمس، وفعلا قدروا انهم يطردوا الهكسوس من مصر. ومن كتر فرحة المصريين بالملك اياح وحبهم ليها لما رجعت من بره بعد ما طردوا الهكسوس خرجوا بيقولوا وحوي يا وحوي اياح، يعني اهلا اهلا اياح. وكلمة إياح في اللغة الهيروغليفية بتعني قمر، وحتب بتعني الزمان، فالكلمة على بعضها قمر الزمان، فكان اسمها قمر الزمان، فكان بيقولوا أهلا أهلا إياح أو أهلا أهلا بقمر الزمان. لكن برضه معرفناش إيه السبب ده بشهر رمضان، يعني إيه جاب الملكة إياح حتب لشهر رمضان. في سنة 1927 ألف الشاعر حسين المنسترلي أغنية وحوي يا وحوي إياحة، ألحان أحمد الشريف وغناء عزيزة المصرية، وما كانش ليها علاقة بشهر رمضان، بس كانت كلمات الأغنية يعني مش قد كده أو مش لائقة قوي، فتم تعديلها سنة 1934 وغناها المطرب أحمد عبد القادر. وربطوا ما بين كلمة إياح اللي هي تعني في اللغة الهيروغليفية قمر، وما بين القمر اللي بنستطلعه عشان نصوم شهر رمضان الكريم، فبقت الأغنية وحوي يا وحوي إياحة يعني أهلا أهلا بالقمر أو أهلا أهلا بالهلال. عمرك ما تسمع كلمة فانوس لوحدها، دايما مرتبطة بشهر رمضان، يعني دايما بنقول فانوس رمضان، بس ايه اصله؟ وليه ارتبط بشهر رمضان؟ وايه معنى كلمة فانوس؟ وفانوس كلمة إغريقية وتعني وسيلة إضاءة، وفي عهد الفاطميين كان الخليفة بيطلع بنفسه عشان يستطلع القمر، وكان متعود يطلع معاه في الوقت ده مجموعة من الأطفال حاملين فوانيس اللي هي يعني وسيلة إضاءة، وفضلت الكلمة مستخدمة في مصر من عهد الإغريق لحد الفاطميين عشان ينوروا له الطريق، وبقت عادة من يومها إن الخليفة يطلع يستطلع القمر ومعاه أطفال ماسكين فوانيس، وبعدين انتشرت العادة في مصر كلها. لكن في قصة تانية يقال إن هي القصة الراجحة، وهي إن الستات ما كانش مسموح ليهم بالخروج إلا في شهر رمضان عشان يصلوا في المسجد ويزوروا بعض، فكان لازم يطلع معاهم طفل ماسك فانوس عشان ينور ليهم الطريق، وعشان لو في رجالة أو لو في حد ماشي في الطريق يعرف إن المكان ده فيه ستات فما يقربش ناحيتهم. شفت الأخلاق؟ المسحراتي. المسحراتي مهنة مش موجودة غير في رمضان بس، وإن كانت يعني خلاص قربت تندثر وما يبقاش فيه حاجة اسمها مسحراتي.
وأول مسحراتي في التاريخ هو سيدنا بلال بن رباح اللي كان بينبه الناس للسحور قبل أذان الفجر بحاجة بسيطة. بعد كده بقى في شخص في مكة اسمه الزمزمي، وده كان بينزل قنديل نور قبل أذان الفجر عشان الناس اللي ما بتسمعش نداء سيدنا بلال أو نداء الشخص اللي بينبه للسحور، في ناس ما بتسمعوش، فكان بينزل قنديل نور عشان الناس تشوفه وتعرف إن ده وقت السحور، وبعدين بيرفع وقت أذان الفجر عشان الناس تعرف إن الفجر أذن فيبطلوا أكل وشرب. وأول مسحراتي فعلي في مصر كان والي مصر في عهد الفاطميين الوالي عتبة ابن إسحاق، وكان بياخدها مشي بنفسه من مدينة العسكر لمدينة الفسطاط لحد مسجد عمرو بن العاص، وهو بيقول تسحروا فإن في السحور بركة. وده طبعا حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بيقول فيه تسحروا فإن في السحور بركة. وبعد كده اتعين واحد اسمه شيخ المسحراتية، وكان بيختار شخص من كل منطقة يكون مسؤول ان هو ينبه ويصحي الناس وقت السحور قبل اذان الفجر. مدفع رمضان. الشيء الطريف ان مدفع رمضان ده كان صدفة بحتة تماما. سنة 865 هجريا كان السلطان المملوكي خاشقدم جايب مدفع جديد وعايز يجربه، وفعلا جربه، لكن الصدفة ان هو جربه في اول يوم رمضان وقت اذان الفجر وانطلق المدفع. فالناس اللي ساكنه او الناس اللي سمعت المدفع افتكرت ان السلطان خاشقدم عامل طريقه جديده عشان الناس اللي ما كانتش بتسمع اذان المغرب، لان ما كانش في ميكروفونات ساعتها، فالناس تسمع الطلقه وتسمع صوت المدفع فيفطروا. تاني يوم لقى السلطان خاشقدم الشعب مبسوط جدا وبيمدح فيه، وعلماء الازهر بيثنوا عليه على الفكره والطريقه الجديده اللي هو عملها عشان الناس تفطر، فابقى على هذه العاده لحد النهارده رغم انها كانت صدفه. ويقال ان القصه دي حصلت بنفس تفاصيلها بس مش في عهد السلطان خاشقدم، لا في عهد محمد علي. ايه القصه الراجحه ما بين الاثنين؟ الله اعلم. وقف مدفع رمضان سنه 67 عام النكسه عشان الناس ما تتلخبطش بين صوت المدفع وبين الغارات الاسرائيليه اللي كانت بتحصل في الوقت ده. وبالنسبه للغارات دي ربنا ينصر شعب فلسطين على العدو الصهيوني ان شاء الله. بس كده يا سيدي، يا رب اكون وصلت لك المعلومه بشكل كويس. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، واشوفكم الحلقه الجايه.